كنتم لاباس عليكم بخير، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير احوال جيده. انا معكم اليوم واحد الفيديو واحد الروتين. انا نطيب العديسه، غنطيبها على المجمر والله الا على المجمر غنطيبها. ايوا نتوما معايا ان شاء الله يا ربي الحمد. مرحبا اللي دخل عندي جديد من طنجه الى قويره، ومرحبا الناس ديال الجزائر وتونس والعالم كامل، مرحبا بكم. وكنتمنى يا ربي يعجبكم هذا الفيديو وتكونوا معايا ان شاء الله. ها هي دابا بعض المرقه، المرق هذا المرق دابا دابا غادي نعمل شنو سميتو العدس. هيا كيفاش شي جاختا البارح شي جاختا. هيا ديما خصك تشيخ الحاجة هاديك تيجي كيفاش تنفخ العدس بلدية. المهم انا شي شيخة وغادي نكبها ونخليها طيب على هاكانة ديالها على هاكانتا. ايوا نتوما معايا. كيجي بحال حاجه ديال الجمر، هذا بوطه كطلع في الراس. مره هيدا مره هيدا. دابا انا عندي سطح ولكن خصك تبقى تطلع في الدرو وقلت نعملها هنايا في الكوزينه، نطيب هنايا في الكوزينه في الفحم في المجمرات. صافي دابا انا نعمل هاد البطوطه. البطاطا غادي نعملها هكذا ونخليها طيب على الكانه ديالها ها الطويجن. دابا الحوت جباتوني عاد نغسل واحد الحوت غنغسلها، كانت عندي في الفريكو غنغسلها ايوا ديك الساعه تنقليوها ان شاء الله يا ربي الحبيب. دابا شو ها الحبيته غسلتها هيا ثلاثة د الحويتات نغسلتهم كيخصني حيت شرميلة نعملهم. وها العديسة خدامة كتطيب هيا كتجي لذيذة كتجي. عملت لها زيت العود قبيلاتي والزيت أول مرة. المهم هيا كطيب ديك البطاطا هيا فين يابا هيا نخليها تبي تحر على الكانة ديالو. واحد اللذة كيجي يا سلام. يلا والله عاد متوحشنا الجبل الصراحة الله مكتبش نطلع ولكن بحال والو نطلعو نطلع. المهم منين سافرنا الجبل ديك الساعة نتا كنصور معاكم عاوت الجو ديال الجبل. دابا باقي مكتبش دابا. إيوا هيا فين هي هادي حوت هيا عندنا نشرملا.
دابا كنعالج هادي بالصابون باش نشلل. شوف شاركتي معكم الروتين عاد الكوزينه وصافي. دابا جبتيني هنايا هاد المطعم فين كنجلس انا، كيعجبني نجلس هنايا ومع بغرض التلفازه هيدا كنبقى نتفرج بغرض التلفازه هيدا التلفازه. المهم ها مجموعه الدار وانا فتحت السراجه ما عرفتي علاش، لان ديك انتي عارفه ديك المجمار. ايوا دابا المهم ها هي هاهي أنا جمعتها دابا أنا جبرتيني مشان الكوزينة. هادي عندنا واحد بلازما خصنا نديوها المعلم، مربوطة عندنا هاكي خصني نديوها المعلم. ماشي ديري دي عكوستي. إيوا جبرتيني أنا في الكوزينة ها الطويجين، شوف ها الحويتة هادي مشرملة. شوف الحوت كياكل واحد كيفاش كيشرملة. انا عملت لها الربع قصبر مع الدنوز وديك الاقامه، ولكن انا شي مرات كنعملها عيب الكمون والابزار والملحه والطبيجين. شوف تبارك الله هذيك السودانيه نسيت ما عملتهاش معكم، هو كي نخليها تتشحر مزيان مع ديك العديسه انت كتشوفها. هو شوف الا دركت انا الى الا قليت الحوت ودركت يعني ونزلته مع الفيديو هذا د العداس راه لا شفتو غادي يجي طويل ما عاد نشاركش معكم القلي. دابا الحوت كلشي كيعرف يقليها فهمتيني كيفاش. دابا ها هي فين هي دابا
العديسه وها عملت الشغل هنايا، مسحت ديك اللورنيه مسحتها كامله، البوطات هي كانت عندي ممسوحه وزيت مسحتها، عاودت هذيك القشيعات هنايا كي قطرو. ايوا هادو عاوتاني قلبتهم هنايا، وهذيك كانوا عندي البارحه كي عاد خصني نرجعو لبلاصتهم. ايوا صافي هذا اللي كاين. كنتمنى يا ربي يعجبكم هذا الفيديو، تعملوا لي لايك وبارطاجو وشي تعليقات مزيونين، كنبغيكم كاملين بكم حتى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.